وفي ذات السياق قال الرائد حقوقي ماجد حمد الفضالة قاض عسكري من قوة دفاع البحرين إن تأسيس الصندوق الملكي للشهداء يهدف لمنح الدعم الشامل لجميع أسر الشهداء. تقديرا واهتماما من قبل سيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه للتضحيات التي قدمها شهداء الوطن الأبرار في سبيل الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الحق وتقديم يد العون والمساندة لذويهم، أصدر الأمر الملكي رقم 16 سنة 2016 بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، ويكون تبع الديوان الملكي مباشرة، وتشرف على الصندوق هيئة عليا يرأسها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد لعلى حفظه الله ورعاه. ويهدف أولا هذا الصندوق إلى منح الدعم الشامل لجميع أسر الشهداء، وذلك بتقديم العون والمساندة لهم من خلال صرف التعويضات والاستحقاقات لهم ومنحهم بعض المزايا، وذلك طبعا كله من أجل توفير الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لهم.